يقول: أسكن في الريف ونربي حيوانات وطيور وأنظف ما تحتهما من بقايا الطعام يوميا، هل علي أن أغير ثيابي يوميا علما بأني أزيل روث الحمير والجاموس وليس الطير فقط؟ يقول: أسكن في الريف نربي حيوانات وطيور وأنظف ما تحتهما من بقايا طعام يوميا، هل علي أن أغير ثيابي علما بأني أزيل روث الحمير والجاموس وليس الطير فقط؟ وهل إن كنت متوضئا ينقض ذلك وضوء؟ الوضوء لا ينقض. ويستحب لك استحبابا ليس إيجابا أن تجعل ثوبا مخصوصا للصلاة، والله أعلم، وإلا فإن فعلت فالصلاة صحيحة.